اخوان جالس في الدار بنتي واحد درجه الحراره 50 درجه، قلت اش ندير، انا نمشي نقلب على الاولى الظروف. ما كتكون درجه الحراره 50 درجه ديما كنلقاه كيتريني كيف العاده، لولا الظروف جالس كيتريني ما كاين لا طريق لولا الظروف. وقف 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 اخويا، اخويا درجه الحراره 50 درجه، اش جالس كدير هنا اخويا؟ اخويا اش نقول لك، جالس كنتريني كنوجد اخويا المنتخب، مازال كنتسنى الفرصه ديالي ومازال ما فقاش الامل. كما كتعرف اخويا الماتشات اللي لعبوا المنتخب كونتر المنتخبات الافريقيه ما عجبونيش، وراك عارف هذوك اللعابه ديال المنتخب ها كيفوتوا درجه الحراره 30 درجه، صافي والو كيدوبوا. والو ما كاين اخويا وليد الركراكي، هذا نداء لولا الظروف، راه هو الحلقه المفقوده، راه هو اللي يليق لافريقيا، هو اللي يليق لدرجه الحراره 50. سي وليد الركراكي راه كنقول لك راه ما كاينش اللي غادي يجيب لك كاس افريقيا قد لولا الظروف، ترى و70 درجه كنتريني فيها برجلها.